بيان، أنا بدي أحكي معك بشي ضروري. إيه شو هو؟ مو هون، يلا تعال معي. لك شو صاير يا وجدان؟ احكي لي شو في؟ مو أنا، أنت اللي رح تحكي، وبدي أعرف كل الحقيقة هلأ. ليك أنا عرفت كل شي، بس مع هيك أنا بدي أعرف منك. شو عرفتي؟ اليوم الصبح أنا رحت وراك على محل المجوهرات. كيف؟ إيه مبارح أنت أخذت مجوهراتي من الخزانة صح؟ واليوم الصبح أنت رحت رهنتهم عند الصاير، وكمان عطيت المصاري لشخص ما بعرفه، بس هو نفس الشخص اللي وقفت معه بالليل. أنت ليش هيك عم تعمل معي يا بيان؟ ليش حتى ترهن مجوهراتي؟ شو هالمشكلة اللي صايرة معك وخلتك تدفع المصاري كله؟ بترجاك احكي لي بقى بصراحة ولا تخبي عني أي شيء. إيه؟ إذا حكيت لي هلأ نحن أكيد رح نحل المشكلة مع بعضنا. بترجاك أنا آسف كتير يا وجدان، بعرف إني كتير عم إزعجك معي. أول شي صار قصتها لشارو، وهلأ أنا بدي حل مشاكلي لحالي، بس صدقيني أنا ما بعرف ليش هيك عم يصير معي، ما بعرف أي شي يا وجدان. يلا بيان احكي لي كل شي بقى، أنا مو بس مرتك، أنا رفيقتك كمان. إذا أنت مو معي شاركت مشاكلك مع مين لك عم بدك تحلها؟ مشاني إذا بتحبني احكي. أنا كنت ماشي بالسيارة على الطريق ودعست شاب ومات. لا انت شو اللي قلته بيان؟ مستحيل تساوي هيك شيء. بس يعني كيف؟